الحمد لله. طبعا احنا اول المجموعه الحمد لله، وان شاء الله زي ما قلت المره فاتت اللي جاي افضل الحمد لله. الناس كلها كل ماتش على التاني بيبقى فيه انسجام اكتر والاداء كويس الحمد لله. نتمنى التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. كابتن، يمكن ناس قلقانه شويه او متخوفه من الاداء، شايفين انه يمكن الدور الثاني هيبقى ما فيش فرصه، يعني لا قدر الله في حاله خساره هيبقى في طلوع، فالناس قلقانه شويه ومتخوفه من الفكره دي. الحمد لله الاداء كويس وما فيش قلق ان شاء الله، وطول ما الجمهور معانا وفي ظهرنا الحمد لله يعني الامور تمام ان شاء الله، يعني هنكون عند حسن ظن الناس كلها ان شاء الله باذن الله. عايزين نطمن على الاصابات. لا مفيش حاجه الحمد لله، بس كوكا لسه الاصابه، طبعا الدكتور هو اللي اكيد هيفيدك اكتر، لكن طبعا بتعجنش، دي قضاء ربنا ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. تقول ايه للجمهور النهارده بعد التاهل لدور ال 16؟ انا مش عايز اقول الجمهور طبعا ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت دايما لازم يكون في ظهرنا الجمهور. الحمد لله احنا صعدنا بالعلامه الكامله وده كان هدفنا، احنا عايزين نبقى اول مجموعه عشان دايما موجودين على استاد القاهره. بنحمد ربنا طبعا، وعايز اقول ان بشكر كل الجمهور اللي بيجي ورانا كل الماتشات، وان شاء الله دايما نقدر نفرحهم ونسعدهم. كابتن، عايز اعرف منك تقول ايه للناس اللي دايما بيتكلموا في انه يمكن الاداء لسه مش في احسن حاجه ودور ال 16 الدنيا هتبقى اصعب، تطمن الناس ازاي؟ بص، احنا كنا واخدين كل مرحله، يعني كل مرحله لها متطلبات، احنا الحمد لله النهارده واخدين علامه كامله وصعدنا. نبدا نفكر في اللي جاي، النهارده احنا صاعدين بالعلامه الكامله واخدين 9 بونت من 3 مباريات، وده كان حافز بالنسبه لنا كبير ان احنا نصعد كاول المجموعه، لكن الفتره الجايه اكيد طبعا لها حسابات خاصه. يعني ان شاء الله يعني الجمهور حاسس وعارف وحاسس بينا وعارف كل حاجه، احنا ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نفرحهم ونسعدهم ودايما في انتصارات، وناخد كل مباراه بمباراه، ونبدا نفكر في الماتش الجاي دور ال 16 ان شاء الله نقدر نعديه ونعدي المراحل ابعد ان شاء الله. الحمد لله بحمد ربنا طبعا على الفوز ده الغالي ده، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز النهارده ان احنا نفرح الناس اللي موجوده في الاستاد دي كلها وجمهور مصر كله، واللعبه كلها كانت روحها كلها كويسه، والحمد لله واللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله باذن الله. والله احنا مركزين يعني بنشتغل في التمرين وبنتعب اكيد، عارفه الموسم اللي فات ده كل واحد كان جاي من فريقه عامل ازاي، طبعا في اجهاد وفي، بس احنا الحمد لله بنقدر نطلع من ده في التمرين الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لينا باذن الله ونبقى اعلى في الادوار اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طبعا هم مستنديننا ان شاء الله ويبقى معانا في ظهرنا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نبقى رجاله ان شاء الله ونوصل للفاينل باذن الله ان شاء الله. كابتن، اخيرا الناس كلها عايزه تطمن من مروان محسن، هل مروان محسن راضي عن ادائه ولسه عنده الافضل في اللي جاي؟ نزل انا ما بديش انزل بقى زعلانه بيقطعوا خلاص، مش مركز مع حد، انا شغال شغلي الحمد لله، والمدرب انت راضي عن ادائك؟ الحمد لله مفيش مشاكل، المدرب طالما موجود انا في الملعب كده انا راضي الحمد لله في ادائي، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ليا ان شاء الله.